نواصل برفقتكم مستمعين هذه النشرة الأحدها فقرة معلومة قانونية في زمن الكورونا وسؤال اليوم عن المسؤولية القانونية للإدارات العمومية التي لا تحترم إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد 19. دائما معنا الأستاذ يوسف الفاسي الفهري المحامي بهيئة الدار البيضاء، محامي مقبول لدى محكمة النقد وعضو مؤسس للجمعية المغربية لقانون الشغل. أستاذ يوسف الفاسي الفهري مساء الخير ومرحبا بك معنا على أصوات. شكرا للأخ عزين، تحية ليك وتحية للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين الكرام. شكرا على التساؤل ديالكم. فعلا الإطار القانوني للتساؤل المتعلق بالمسؤولية القانونية للإدارات العمومية خاصة هو دائما نفس المرسوم القانوني اللي تنتحدثوا عليه، اللي هو 22.292 اللي صدر في 23 مارس الماضي، وخاصة المادة 4 التي تتحدث عن هذه الإجراءات الاحترازية. ملي كنتكلموا على الإدارة العمومية خصنا نعرفوا بأن هناك منشور تم إصداره من قبل الحكومة حول الإجراءات والتدابير العمل بالإدارات العمومية في إطار حالة الطوارئ بمجرد ما انتهى ذلك الفترة ديال الحجر الصحي. وكذلك تمت هناك بعض المناشير أو بالأحرى واحد دليل عملي صدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإحداث الإدارة كيفيه مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية. هذه المناشير هذه كتخص المسؤولين والموظفين والأعوان الإدارات العمومية وكذا الجماعات الترابية، أي كل ما يتعلق بهذه الإدارات العمومية. بعجالة كاين كل واحد ما له وما عليه. إلى جينا نشوفه من جانب ديال الإدارة، الإدارات العمومية كان خصها تحدث واحد اللجنة على صعيد كل إدارة كيترأسها المسؤول أو رئيس هذه الإدارة من أجل السهر على تنفيذ وتتبع هذوك الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء، ولكن كيوضع كذلك واحد خطة عمل تتضمن التدابير وكيفاش المرتفقين أنهم خصهم يحترموها، المرتفقين بمعنى المواطنين اللي كيتوافدوا على هذوك الإدارات. ناخذوا مثلا المحاكم، مثلا كاين واحد البروتوكول كيدار على أساس أن اللي ما عندوش استدعاء باش يحضر لواحد الجلسة، ولا اللي ما عندوش واحد الجلسة معينة اللي هو كشاهد فيها أو لا شيء من هذا القبيل، فلا يمكن له الولوج من أجل الحد من هذا الانتشار هذا الفيروس. كذلك نعم. الأخ عزين، بخصوص هناك اعتماد المرونة في أوقات العمل ومسك سجلات تسجيل جميع الوافدين على المرافق، ولكن هذه بالنسبة لمسؤولية الإدارات. بالنسبة للقانون ولا المسؤولية القانونية، فيمكن لنا نرجعوا دائما لطبيعة الحال القانون الداخلي أو القانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه هناك مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذ والعقوبات التأديبية أو الزجرية لكل من خالف هذه الوضعية من الموظفين أو غيرهم، وهي كيف ما كنعرفوا الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف المؤقت بدون أجر أو العزل أو التوقيف النهائي أو الإحالة على المعاش حسب نوعية الأخطاء المرتكبة، حسب نوعية عدم احترام الإجراءات التي هي موضوعة من أجل أن تكون محترمة من قبل الموظفين والإدارة والمرتفقين. إذن هنا يتبين بأن هذو هما العقوبة التأديبية، ولكن هذا لا يمنع بتاتا من أن الأصل هو القانون الجنائي وهو مقتضيات المادة 4 التي تعلو ولا يعلى أحد عليها، وهي القانون العام. أما قانون الإدارات العمومية فهو يتعلق في بعض الحالات الاستثنائية البسيطة التي يكون فيها، مثلا ناخذ مثال ديال الموظف ما كيرتديش الكمامة ولا ما كيحترمش. هذا هو السؤال ديالي هنايا، عدد مثلا كتمشي للإدارات فقط لتصحيح إمضاء، ولكن كتلقى واحد العدد كبير ديال الناس مصافي للداخل بدون أي احترام. واش من الواجب تنبيه مثلا الموظف أو حتى الناس لهذيك الحالة الغير صحية مثلا وأنها غير قانونية أيضا، أم التعامل مع الوضع كما هو وهذا هو الواقع اللي كنلقاه يوميا؟ كاين الله يهديهم بعض المواطنين في الادارات اللي كيجيو زربانين بغاو يقضيو واحد الغرض معين الى اخره،
ولكن راه هضرنا على هذه النقطة هذه وقلنا بأن أي رئيس إدارة عمومية كيف ما بغى تكون كيحدد واحد الشخص معين اللي كيلعب بين مزدوجتين، واحد النوع ديال الشرطي اللي هو اللي كينظم المواطنين كيفاش خصهم يدخلوا وشحال من واحد خصو يكون وكيفاش غادي يكون، واش مرتدي الكمامة بطريقة سليمة ومغطية ليه على الأنف ديالو على الذقن ديالو ولا لا، واش جابها كاع معاه ولا ما جابهاش إلى آخره. إذا هاد الكلمة ديال شرطي بين مزدوجتين راه كنلقاوها في المقاطعة وكنلقاوها في باب المسجد نهار الجمعة وكنلقاوها في الإدارات ديال المقاطعات إلى غير ذلك. يعني مازال مضطرين أننا نديروها باش تحترم هاد الإجراءات. وبالتالي إلى موظف من الموظفين غادي يدوز وقته انه ينظم الاحترام ديال هذه الاجراءات في ساعات العمل ديالو راه ما غايديرش خدمته. وبالتالي حنا كنهضروا على حالات استثنائيه اللي كيوقعوا فيها عقوبات تاديبيه من اجل عدم الاحترام للبروتوكولات اللي من طرف الموظفين، ولكن تيكونوا حتى المرتفقين او المواطنين اللي كيلجؤوا لهذه الادارات حتى هما عندهم يد في هذه المخالفات وفي هذه التجاوزات. لهذا كنطلبوا من هذا المنبر ان المزيد من توخي الحذر من قبل الموظفين من جهه، واللي يكونوا عندهم واحد النوع من الليونه في التعامل مع المواطنين، حتى المواطنين راه الله يحسن لهم العوان اللي كيتقصدوا شي اداره راه باش يقضيو غير واحد الغرض معين، وخصهم بطبيعه الحال يتحلوا بالروح ديال الصبر والمواطنه باش كل واحد من المنظور ديالو من المنصب ديالو من الجهه ديالو يقدر يؤدي واحد الواجب ديالو. ولكن مع تنشوفوا الحاله الوبائيه في الوصلات راه كل واحد حاضر راسه وكل واحد خايف على راسه، واللي كيهمنا من هذا الشيء كامل هو اننا نمروا من هذه المرحله ان شاء الله بسلام والله يرفع علينا هذا الوباء جميعا. الاخ عزيز استاذ يوسف الفاسي الفيري، اذكر من جديد المحامي بهيئه دار بيضاء مقبول لدى محكمه النقد وعضو مؤسس للجمعيه المغربيه لقانون الشغل، شكرا لك دائما على توضيحاتك. شكرا لكم.